مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من مسقط وسام العاني الكاتب والباحث العراقي. أهلا بكم سيد وسام. بداية، كلنا رأينا الفيديو الذي يهين فيه المحافظ مدير المدرسة، إلى أي مدى يملك المحافظ الحق فيما فعل؟ تحية لك أخي الكريم وتحية إلى مشاهدي قناة الراسبين. في الحقيقة يعني نحن أمام إشكالية مزدوجة تتمثل في إهانة الطالب وإهانة المعلم، وكلاهما في النهاية إهانة للنظام التعليمي والتربوي، بل إهانة وإزدراء بالنظام الرسمي بالمجمل في العراق. إحنا أمام مشهد هو أحد مخرجات أزمة مجتمعية تضرب العراق منذ عقد ونصف. يعني ربما الملمح الرئيسي لهذه الأزمة أننا أمام جهل كل من المدير والمحافظ على حد سواء لحدود صلاحياته وواجباته ومسؤولياته. مدير المدرسة أكيد أخطأ وارتكب مخالفة قانونية، وكان بالإمكان هذه المخالفة تمر من خلال قنوات الإجراءات الاعتيادية لمثل هذه الحالات، تبدأ بالتحقيق وتنتهي بإنزال العقوبة المناسبة حسب نصوص القانون. لكن السيد محافظ مينوى هنا بالحقيقة يضرب نموذج صارخ وصريح لشخصية المسؤول العراقي الحالي، بطريقة تفكيره وأسلوبه في معالجة الخلل وإدارة الأزمات. المسؤول العراقي الآن تعود على استثمار مثل هذه الحالات وتجيرها لصالحه من خلال الاستفادة منها إعلاميا، يخلق زوبعة ممكن يكون يعني لها أثر سواء في انتخابات مقبلة أو ربما حتى للتخفي على تجاوزات. يبدو أن المحافظ الذي لا يملك الحق إطلاقا في إهانة المدير والحق من كرامته الشخصية ذهب بعيدا وغالى وتمادى في تصرفه إلى درجة أن أستطيع أن أسميها يعني ارتكب كارثة حق النظام. سيد وسام، لولا أن انتشر هذا المقطع لهضم حق هذا المدرس الذي اعتدي عليه من قبل المحافظ بهذه الطريقة. لولا هذا المقطع، ما الذي خاف منه هذا المدرس لجعله لم يطالب بحقه بتحقيق بالحادث واللجوء إلى وزارة التربية على سبيل المثال؟ وبالتأكيد يعني نحن أمام حالة ليست فردية، نحن أمام حالة منهجية. يعني الحد من كرامة الإنسان في العراق وتوجيه الإهانات، الآن أصغر موظف يرى أنه لديه الحق، أصغر شرطي في الشارع، الضابط في الوحدة العسكرية، المعلم، المدرس، يعني للأسف الشديد كل هؤلاء يرون أنه لديهم الحق في إسقاط العقوبة المناسبة التي يرونها. وكأي عراقي يعني ممكن أنه يتعرض لظلم ويتعرض لإهانة، ليس لديه أي منفذ لنيل الحقوق، لا عن طريق سلطة قضائية، لا عن طريق نقابات، لا عن طريق مجتمعات منظمات المجتمع المدني. وربما الخطأ الفظيع الذي ارتكبه المحافظ كان نشر هذه الكارثة بحق إنسانية هذا الرجل، ربما هي التي كانت سبب في إعادة ورد الاعتبار لهذا. نعم. لكن بالمقابل أيضا هناك معلمون يتحملون المسؤولية أيضا عما يجري في بالمؤسسة التعليمية ككل. متى يجب على المدرس أن يلجأ للضرب؟ يعني هذا الموضوع نعم هو متعارف عليه منذ أجيال في العراق، وتخرجت على هذا الأساس تخرج علماء وعباقرة في العراق أيضا. لكن الآن في هذا الزمن، في هذا الوقت الذي يعيش فيه العراق، يعني هذه الأمور أصبحت حساسة للغاية. نعم، يعني أبدأ من حيث ما انتهيت. فعلا الآن الوضع حساس جدا في العراق، وفي ظل غياب سلطة القانون بإمكان أي شخص أن يفعل ما يشاء. يعني شاهدنا قبل فترة فيديو لشخص يقيم ما تسمى بالدقة العشائرية على 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 مدرسة، يقوم الرصاص على بوابة المدرسة ويعلنون عليها الفصل العشائري. فعلا في مثل هذه الأزمات المجتمعية التي تضرب العراق، يعني أيضا يجب على المدراء في المدارس، على المشرفين التربويين والأساتذة أن يحظون على مسألة إعادة النظر في التعاملات مع الطلاب، تقنين العقوبات. أنا شخصيا ضد عقوبة الضرب للأولاد في المدارس، ولكن إن استدعى هذا الموضوع يجب أن يكون هناك تقنين، ويجب أن لا تتحول العقوبة إلى تعذيب وحشي. يعني عقوبة الضرب حتى يعني مثل ما تفضلت على مر الأجيال يستخدم المعلمون يستخدمون الضرب، لكن الضرب لم يكن من أجل التعذيب الشخصي بقدر ما كان هو يعني عبارة عن عقوبة تأديبية. طيب، هل يكفي برأيك اعتذار محافظ نينوى ولمدير المدرسة بعد الإهانات التي وجهها له؟ ولماذا تم اللجوء لجلسة عشائرية لكي تنتهي هذه المشكلة؟ أين القانون
لماذا لم يأخذ مجراه؟ يعني هذا ايضا يعني من المؤسف انه هذا ايضا يشوف اللجوء الى الصلح العشائري هو ايضا يعني اجراء اخر يمثل احد اوجه الازمه المجتمعيه الخطيره اللي تواجه العراق. يعني كيف يمكن معالجه مثل هذا التجاوز اللي ارتكبه مسؤول كبير في الدوله بدرجه محافظ بطريقه الفصل العشائري؟ نعم. من يعني ارى من الضروري على كل المهتمين نقابه المعلمين منظمات المجتمع المدني سلطة القضاء يعني عدم السكوت عن هذا التجاوز الفظيع الذي ارتكبه محافظ مينوى. ليس من حقه اطلاقا توجيه الاهانه الشخصيه والحط من كرامه الانسان. يعني موظف ارتكب مخالفه هناك اجراءات تتكفل بالتعامل مع مثل هذه الحالات. على الجميع ان يقوم بدوره تجاه المجتمع والسعي لمعالجه يعني اسباب الازمات الاخلاقيه التي تجتاح العراق. الكل مطالب بالدور. الإعلام، المساجد، منظمات المجتمع المدني، النقابات، تفجير خطة القضاء، الكل يجب أن يشارك في إيقاف والحد من هدر كرامة الإنسان في العراق. نحن أمام جرائم كثيرة. ربما هذا المثال ظهر للمجتمع بعدما انتشر الفكرة. هناك يعني انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق والجميع برأيي مطالب في الوقوف ضد هذه الهجمة. السيد وسام العاني الكاتب والباحث العراقي، شكرا جزيلا لك.